بسم الله الرحمن الرحيم. الزميلات والزملاء الأعزاء، صباح الخير والسلام عليكم ورحمة الله. أتحدث إليكم اليوم في موضوعين، موضوع يتصل بالمعاشات وموضوع يتصل بالقيمة أو ضريبة القيمة المضافة. وأود ابتداء أن أوضح أنني معكم ولست ضدكم، وأن ما يقلقكم يقلقني، وأنني متعاطف مع كل اختلاجة من اختلاجاتكم، بل دعوني أقول إن اختلاجاتي أكثر لأن إحساسي بالمسؤولية مضاعف، وتمنياتي لكم أكثر من تمنياتكم لأنفسكم. فيما يتصل بالمعاش سأبدأ به، أنا من زمان، من 60 سنة، 60 سنة وأنا متعاطف مع المحامين فيما يتصل بقضية المعاش. أبي رحمة الله عليه كان نقيبا للمحامين، وتوفي عن 40 عام خدمة في المحاماة، وكان دفعة 1925. أيامها كان المعاش 40 جنيها، ترث النقابة نصفه وقد ورثت، والباقي يوزع على المستحقين. كانت أمي رحمها الله على قيد الحياة، وأختي الصغرى نجوى رحمها الله لم تتزوج بعد، وأخي وقرة عيني شريف عطية كان في آخر السنة النهائية بالكلية الحربية وباقي على تخرجه شهر. فلما بنبين المستحقين أنا تصورت إنه الأم والأخت، فذكروا لي في إدارة المعاشات في النقابة إنه يتعين أيضا أن أضع الأخ ما دام لم يتخرج بعد من الكلية الحربية. وزعوا المعاش 10 جنيه للأم، و5 جنيه لأخي، و5 جنيه لأختي. رحم الله من مات أو من مات وأمد في عمر أخي شريف. بعد شهر تخرج شريف في الكلية الحربية وعين ضابطا في القوات المسلحة، ففوجئت بأنهم قد خصموا من المعاش 5 جنيهات، ففهمت العلة من الشراط أن يوضع ضمن المستحقين، أن هذا تحايل لخصم 5 جنيهات من المعاش الذي ورثت النقابة نصفه. بعد سنة تزوجت الأخت الصغرى رحمها الله، فخصم 5 جنيهات، وبقي المعاش للأم رحمها الله 10 جنيهات في الشهر. ولولا أننا مستورون والحمد لله للاقت أمي عناء لا تتحمله، أرملت محامي كبير نقيبا كان للمحامين، وأمضى بالعمل في المحاماة 40 عام. هذه القصة أنا لا أنساها، فأنا من قبل أن أكون نقيبا أنا متعاطف مع أصحاب المعاشات أحياء أو مستحقين. يذكر الزملاء أنني قلت وقد قلت إن صرف المعاش يجب أن يكون بالبطاقة الشخصية، بطاقة الكرنيه أو كرنيه المحاماة، وأنا عند وعدي لم أتراجع عنه. صرف المعاش يكون بالبطاقة، طالما أنني أحمل بطاقة 2020 وأنا في عام 2020 حي باخد معاش، أو توفيت
وبقى للورثة أو المستحقين يبقى كرنيه المحاماة أداة للصرف. هقول تاني، كرنيه المحاماة للسنة الأخيرة أداة صرف، ولم أتراجع عن هذا ولن أتراجع. ولكن زملائي يخلطون بين أداة الصرف أو سند الصرف وهو الكرنيه وبين موضوع الصرف. موضوع الصرف يبقى 5 قروش أو 10 أو 15 أو 30 أو 50 أو 100، هذا اسمه موضوع الصرف، يعني قيمة المنصرف. قيمة المنصرف لابد وأن يرجع فيها إلى الملف، لا يكتفى فيه بالبطاقة، لأن البطاقة سند صرف، أداة صرف، إثبات لأحقيته في الصرف. إنما قيمة ما يصرف ينبغي أن يرجع فيها إلى الملف. ونحن كرجال قانون يتعين علينا أن نقرأ لنعرف قبل أن نغضب وقبل أن نعاتب وقبل أن نلوم، ناهيك قبل أن نجرح وقبل أن نسيء. بطلب من زملائي وزميلاتي أن يرجعوا إلى قانون المحاماة. قانون المحاماة المادة 196 دي بتتكلم عن حق المحامي في المعاش. الفقرة الثانية فيها، ولازم تعرفوا برضو ان الفقرة الثانية دي عدلت بالقانون رقم 147 لسنة 2019 اللي هو كان في اغسطس عام 2019، ونصت هذه الفقرة على ما يلي: ان يكون شرط لصرف المعاش ان يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة 25 سنة ميلادية متصلة أو منفصلة. شرط أنه لا يستحق المعاش الكامل إلا إذا كان أمضى 25 سنة مشتغلا بالمحاماة متصلة أو منفصلة. هذا الشرط تحقيقه يوجب الرجوع للملف. مش ده بقى تراجع عن البطاقة كسند للصرف. ونكمل النص، بيكمل يقول: يدخل فيها مدة التمرين بحد أقصى 4 سنوات ومدة التجنيد. الكلام ده زي ما قلت لحضراتكم، النص ده أو الفقرة الثانية من المادة 196 مستبدلة بالقانون 147 لسنة 2019 الذي صدر من مجلس النواب بناء على اقتراح الأستاذ النقيب السابق. حينما نعود بقى إلى بعد الفقرة الرابعة، تلاقوا حضراتكم منصوص كالآتي: يقدر المعاش المنصوص عليه في المادة السابقة، نوع كويس أول النص، بواقع 6 جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال. يعني أنا اشتغلت 25 سنة، يبقى 6 × 25 نعمل التضريبة كده يطلعوا كام؟ 6 × 25 يطلعوا 1500. لازم تتحسب سنوات الاشتغال متصلة أو منفصلة. طلعوا 30 يبقى هيتضرب 6 × 30 يطلعوا 1800. طلعوا 40 يبقى 40 × 25 يطلعوا كام؟ طلعوا 2000. 40 20 × 25 في 20 × 6 قلنا 20 × 6 يبقى لا 2400. تأسف هيغلطوني بقى، معلش انا اصله اخويا او ابني هاني يعني غاوي حسابية. وتتحسب ازاي؟ على كل سنة من سنوات الاشتغال. يبقى الحسبة دي تستوجب هي الأخرى الرجوع للملف. يبقى أنا ما تراجعتش يا أساتذة. البطاقة سند للصرف، البطاقة سند للصرف، البطاقة سند للصرف، ولكن موضوع أو قيمة الصرف
يستوجب الرجوع إلى الملف لتقدير القيمة التي تصرف. أظن الصورة واضحة، وأنا متعاطف مع كل رب معاش وكل أرباب معاش، وأحاول قدر طاقتي، ولازم نضع في الاعتبار أنني لست مشرعا ولست رئيس حكومة، أنا أقاتل وأحاور وأبدي وأتمسك راجيا من الله وممن أتعامل معهم من السلطات أن أصل إلى أفضل مستويات العطاء لزملائي في المحاماة. بقي أن أعرض عليكم برضو طريقة الحساب بعد النسب والزيادات التي أقرتها الجمعية العمومية للمحامين تعديلا على نص القانون، ورفعت الفئة إلى 75 جنيه عن السنة، ولكن أيضا عن كل سنة من سنوات الاشتغال. مفيش حاجة بتطلق إلا وهي محسوبة ومنسوبة إلى سنوات الاشتغال، سواء حسبت بقى السنة بخمس قروش بعشر قروش بثلاثين، يبقى لابد أن تحدد سنوات الاشتغال. وسنوات الاشتغال دي البداية والنهاية، بس قد يعترض مسيرة المحامي أو المحامية إن في سنوات لم يشتغل بها بالمحاماة، ودي محل إقرار من الطرفين، يعني المحامي أو المحامية مقر إنه أربع سنين ما عملش بالمحاماة، خمس سنين ما اشتغلش بالمحاماة، فدي لا تحسب في حساب المعاش. الخلاصة أن قيمة المنصرف موضوع الصرف تستوجب الرجوع إلى الملف، سواء على نص القانون على قديمه أو طبقا لقرار الجمعية العمومية، لأن المحك هو سنوات الاشتغال الفعلية، وهي التي يجب مراجعتها لتقدير القيمة التي تصرف بالبطاقة للمستحق أو لصاحب المعاش. دي مسألة لا خلاف عليها بتاتا. يبقى تنحصر في كلمتين: البطاقة سند للصرف، الملف يحدد موضوع الصرف. الموضوع الثاني اللي قلقني قبل ما يقلقكم ومزعلني أكتر من زعلكم، موضوع ضريبة القيمة المضافة. لعل اللي قروا اللي أنا نزلته امبارح يعني يكونوا كده يعني شافوا إنه تقديمي لعرض هذا البروتوكول فيه مش اعتذار بس، ده فيه عدم رضا، فيه عدم رضا، والكلام ده موجود على موقع النقابة. أنا قلت في البداية للزميلات والزملاء الأعزاء، حاولت بقصارى جهدي أن أحصل لكم على أفضل الأوضاع في البروتوكول مع وزير المالية ووزير العدل بخصوص ضريبة القيمة المضافة، ثم أضفت فقلت بصريح النص: والتي أرى أساسا أنها غير مستحقة علينا، والتي أرى أساسا أنها غير مستحقة علينا، وهذا هو رأيي، بل هذه هي عقيدتي، وأديتها للسيد الأستاذ الدكتور وزير المالية على طاولة الاجتماع، أنني أرى أن هذه الضريبة لا تستحق على المحامين. ولكن الدعوة الدستورية المرفوعة بخصوصها من زميلنا الأستاذ ربيع الملواني المحامي، طبعا الدعوة الأخرى التي كانت مرفوعة من النقابة جرى تركها، الدعوة المستمرة دعوة أمام الدستورية العليا رفعها زميلنا في المنيا الأستاذ ربيع الملواني المحامي لا تزال منظورة ولم يقضى فيها بعد. ده في الإيه؟ في التقديم اللي أنا قلته. ومعنى الكلام ده إيه؟ أن الضريبة قائمة بحكم أنه قد صدر بها قانون وفق عليه من مجلس النواب وصار قانونا تلتزم به كل السلطات، ولا توجد وسيلة لتنحية هذا القانون إلا إحدى وسيلتين: إما أن ينعقد البرلمان ويصدر قانونا آخر بإلغاء هذه الضريبة
إجمالا أو بإلغائها بالنسبة للمحامين يعني أداة تشريعية مساوية للأداة التشريعية التي فرضت بها الضريبة، أو الوسيلة الثانية أن تحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية فرض هذه الضريبة على المحامين. إلى أن يتم هذا أو تلك أو هذه أو ذاك الضريبة قائمة، مش أنا اللي حاططها، الضريبة قائمة والدولة هي صاحبة السلطة، والعقلاء يعرفوا أن التفاوض مع الدولة مسألة مش سهلة، لأنك أنت بتتعامل أو بتتفاوض مع سلطات السلطة مقتنعة بأن القانون الذي أصدرته يتفق مع المصلحة العامة ومع الأصول العامة، وأنت تسعى برضو عشان الحتة دي تبقى بيننا كلنا. وبقول تاني أنا معاكم مش ضدكم، معاكم أكتر منكم أكتر منكم. المفاوضة صعبة، المفاوضة دي عشان برضو يبقى واضح لينا هي في إطار التسهيلات لا في إطار الإعفاء من الضريبة. هقولها تاني، هذا التفاوض في إطار التسهيلات التي يمكن لوزير المالية ولمصلحة الضرائب أن تقررها للمحامين، تسهيلات. أما الإعفاء من الضريبة فغير وارد بتاتا في التفاوض، لسبب واضح جدا وبسيط جدا، أن وزير المالية نفسه لا يملك السلطة للإعفاء من الضريبة. عندنا وسيلتين، يا تشريع جديد مساوي بإلغاء الضريبة على المحامين أو حكم محكمة دستورية عليا. أما وزير المالية فلا يملك هذا، لا يملكه. هذا هو إطار التفاوض. ليس معنى هذا أنني راض، لا، إنما أنا بس وأنا معاكم مش ضدكم، أنا بشرح لكم الأزمة التي واجهتني ولا تزال تواجهني. أنا من قبل الحدوتة دي بتاع البروتوكول وقبلها وأيام البروتوكول السابق أنا ملتزم على فكرة بكل حاجة وملتزم، والحكاية سهلة يعني، مش دي القضية. القضية الضريبة دستورية ولا غير دستورية، مستحقة بصفة أساسية ولا غير مستحقة. أنا أرى بصفة أساسية أنها غير مستحقة على المحامين، وأتمنى إما أن تصدر الدولة أو مجلس التشريعي قانونا بإعفاء المحامين من هذه الضريبة لأسباب أنا أبديتها وسأبديها مرارا، أو أن يصدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها بالنسبة للمحامين. التسهيلات أخذناها، والتزمت وزارة المالية بذات الأسعار التي كانت موجودة في البروتوكول السابق، ولا زيادة جنيه واحد. ترجعوا حضراتكم للبنود في البروتوكول تجدوا فيما يتصل بقيمة اللي بيسدد مقدما يعني على سبيل الرمز نفس القيمة بالقرش والجنيه، ما فيش زيادة في أي مبلغ. أمال القصة اللي عاملة بقى إيه؟ يعني عاملة لنا قلق قصة التسجيل، قصة التسجيل، لأنه المادة أو البند السابع قال على المحامين الالتزام بالتسجيل لدى المصلحة وتقديم الإقرارات الضريبية وفقا للمنظومة الإلكترونية موضحا بها الخدمات المهنية والاستثمارية التي قاموا بأدائها وقيمة كل خدمة منها. التسجيل، وقال الفقرة الثانية في المادة لا تفرض الضريبة دي على اللي بيشتغلوا في مكتب محامي، لا تفرض عليهم إلا إذا كان واخدها أو بيأدي الخدمة بصورة مستقلة عن مكتب المحامي الذي يعمل فيه. طبعا أنا عارف أنه كل زملائي متضايقين أوي من حكاية التسجيل، بس أنا شايف أن القضية مش التسجيل، القضية هي الضريبة، القضية هي الضريبة مش التسجيل. التسجيل جاري ويتم، اتفقنا أم لم نتفق عليه، لأن مهمة الضرائب أن تحصي وتسجل المستحق عليهم الضرائب،
وهذا واجبها، سواء احنا دخلناه في بروتوكول، دخل في بروتوكول او ما دخلش. يعني انا من قبل ما اعامل ببروتوكول انا بتعامل مع الضرائب، لان الضرائب لو انا ما تعاملتش هتيجي تقدر عليا تقدير جزافي. وكل اللي ما مسكش دفاتر وقدم حسابات ضريبية تعرض لما يسمى التقدير العشوائي الفلكي. يعني انا من 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 60 سنة انا ماسك دفاتر وبقدم كل سنة الحساب بتاعي الضريبي الوارد والمنصرف، ويناقش ويقر او لا يقر، يعدل بند او لا يعدل الى اخره. ليه؟ هذه حماية ليا، علشان ما يجيش واحد مأمور ضرائب يقول لي لا انت كسبت 1,000,000 جنيه او كسبت 100,000,000 جنيه. هذا تقدير عشوائي، وتخش في جدل وانت طالما انت في اطار العشوائيات مفيش معايير منضبطة للتقدير، فقد يتعرض الممول الى ظلم. مش دي برضو القضية، القضية حكاية التسجيل. هقول تاني، التسجيل يتم وهو جار سواء نص ام لم ينص عليه في البروتوكول. هذه مهمة مصلحة الضرائب ان تسجل مين اللي مستحق عليهم الضريبة. انا طبعا لا اخفي ان هذا كان احد البنود محل المناقشة الطويلة المرهقة مع وزارة المالية. انا كنت اتمنى ان الضريبة تتشال، انما لازم احنا كمان نعرف ان انا لست الحاكم بامر الله، انا اعبر عنكم، امثلكم واعبر عنكم واناضل عنكم وابذل قصارى مستطاعي عنكم، ولكني لست السلطة التشريعية ولست السلطة التنفيذية في قمتها العليا. كل ما املكه مكانتي وعلمي وقدرتي على الاقناع. انا وحضراتكم كل يوم بنقف قدام محكمة نترافع شفهة وكتابة او شفاعة او كتابة، قد يقضى لنا وقد لا يقضى، لانني وانتم لا نحل انفسنا محل القاضي او محل المحكمة التي بيدها سلطة الحكم. اذا نحن نتفاوض، انا اتفاوض ولكني لا املك سلطة الحكم. عشان كده انا قلت في الاول انني معكم ولست ضدكم، وانني متعاطف مع كل خلجة من خلجاتكم، ولا اضيق بتاتا بتعبيركم عن رأيكم. هذا التعبير تعبير من حقكم ومن حقي ان نعلن اننا لا نقبل ضريبة القيمة المضافة، لأنها بالنسبة لنا ليست دستورية، وأنها تتعارض مع ما نقوم به في المحاماة. وقد قلت للسيد وزير المالية في حضور أحد أعضاء مجلس النواب المحامين للاجتماع، قلت له إن هذه الضريبة قائمة على افتراض غير صحيح وهي غير عادلة بالنسبة لي أنا. هل سيادتك تتصور إن أنا وأنا بتفق على قضية اقول للموكل ادخلت اتعابي اهي هات 1,000 جنيه عشان لحساب الضرائب عليك؟ هذا كلام لا يمكن يفعله محامي. واذا كنت سيادتك بتتصور ان انا ممكن بمكانتي مثلا يعني استطيع ان افعل هذا، في محامين بيبقى بيتمنى انه ياخد القضية مش انه يطفش العميل اللي جاي له. فانك انت تفترض ان هو بياخد من العميل 100 جنيه زيادة وتقول له هاتها، هذا افتراض غير عقلاني اللي بنسميه في لغة المرافعات عدم المعقولية. وسيادتك الدولة بتستأدي مني ضريبة بدفعها محل الايه؟ المكلف الاصلي. المكلف الاصلي هو متلقي الخدمة. زي ما بروح بالظبط اشتري من محل، الفاتورة بتطلع انا اللي متلقي الخدمة، هو واخدها بياخد مني الضريبة المضافة على الفاتورة، يكتب جنيه قيمة مضافة وبيستأديها مني. يبقى هو لما بيوردها للضرائب بيورد حاجة حصلها مني فعلا. انما احنا فيما يتعلق بنا نحن نؤدي ضريبة عن غيرنا لم نستأدي قيمتها
وهذا قمة الظلم. أنا معكم ولست ضدكم ومتعاطف مع كل خلجة من خلجاتكم، وكما قلت لكم في البداية إنني مع هذه الخلجات ولدي الكثير منها بل أكثر منها، لأنني قائم بمسؤولية ولن يضيق صدري بأي تعبير عن الرأي، لأن هذا هو ذات رأيي، ولن يضيق صدري بوقفات إطلاقا، فهذا تعبير مشروع طالما التزم بالمشروعية وبما تعارفنا عليه كرجال قانون أن نعبر عن آرائنا في إطار المشروعية وأدب المحاماة. عندي كثير أحب أن أتحدث فيه معكم، ولكن لعلي أطلت. أتمنى للمحاماة ولكم كل نمو وازدهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.